حياكم الله جميعا. في هذا الدرس سأتعرف على كيفية إنشاء تأثير المكنسة أو ما يسمى بـ Clean the Floor. أولا هبدأ لـ Preference، هنتأكد إنها مفعلين أدن تأتي مع بلندر فور فري مجانا اسمها Self Fracture. هنفعل الأدن ثم نضغط على Save Preferences. هنقوم بإنشاء أي أوبجكت، ممكن يكون كيوب أو ممكن يكون مونكي، ثم هحاول أعمل شيء بسيط لأن اللي هو الـ A أو عين الـ Object منفصلة عن الـ منفصلة عن الـ Head نفسها، فأنا هحذف الـ Object ثم أحذف، لأن طالما الأوبجكت مش قطعة واحدة فالأشياء الزيادة مش هنحتاجها. بعد ذلك هنقوم بتحريك الهيد الأعلى كالتالي ونضغط على سيلف راكشر، نبحث على سيلف راكشر أو من كويك افكتس، رايت كليك من اوبجكت كويك افكتس سيلف راكشر. طيب هيظهر عندنا الاون بارتكل، مش هنستخدم annotation بيرس، هنستخدم فقط on particle. الليمت هيكون 200، noise 0.2 وليكن، الراندوم size random small and big، random value ما فيش اي مانع. خلينا نقول ان نفس ال، مش هنستخدم material، لا ما فيش material، نضغط بس اوكي. طيب الكوليكشن هنسميه new collection وليكن head، ثم نضغط على اوكي. هو المفترض بعد عدة دقائق أو عدة ثواني على حسب الجهاز، فالافتراض يكون أنهى عملية السيلف راكشر. طيب في بعض عندنا بعض الإشيوز هنا بسبب الهول اللي احنا حذفناه، فنحذف كل الزيادات دي، الهيد عندنا وده الأصلي فنعمل له هايد. طيب كل الزيادات ديت مش هنحتاجها، تمام. طيب انا هضيف هنا فلور، اعمل له سكيل، هيكون الفلور ده من الريجيد بودي، هنخليه ريجيد بودي ثم اد باسيف، ولكن الاوبجكت الاساسي نختار اي قطعة منهم ثم ريجيد بودي اكتف الماس وليكن نص كيلو. هنا يكون مش، ثم بعد ذلك في الداينامكس الروتيشن يكون 0.215، وهنا الدامبنج بيكون كالتالي، لكن السنسيتيفيتي، طيب الفريكشن يكون اعلى شويه، وما فيش باونس، ما فيش باونسنس. طيب السنسيتيفيتي تمام، كل شيء ديفولت، هنغير بس ديت لمش ونوت انيميتد طبعا بس. يبقى كده هنختار بقى الهيد، سيلكت اول، نختار العنصر اللي هو سيلكت اول، نختار العنصر ثم من اوبجكت كوبي اكتف، كوبي ريجيد بودي كوبي فروم اكتف، نضغط انتظر بس ثواني، كله اصبح اكتف ونفس الاعدادات نفس العنصر ده، ممتاز جدا. لو عملنا بلاي، خلينا نجرب نعمل بلاي. طيب ليه حصل كده؟ بسبب المارجن، بسبب المارجن، فنخليه صفر أو قيمة صغيرة جدا. مرة أخرى نعمل بلاي. طيب السبب إن لما نغير دي المش فبيحصل بينهم، مهما غيرنا الفريكشن أو السنسيتيفيتي فبيكون فيه، بيكون في تنافر، لكن انا خليتها كونفكس هيل فما فيش اي اختلاف، بيكون ده كده النتيجة بتاعتنا. طيب هضيف بقى، انا هعمل كالكوليت، هذهب الى الريجيد بودي او السين، من الريجيد بودي تمام هعمل في الكاش من 100 ل 150، هضيف كاش كده كالكوليت
او بيك اول داينامكس. لو جيت هنا كده في دي كده النتيجة عندي. طيب خليني بقى اجي عند الفريم وليكن 120، هضيف هنا سيلندر السيلندر ديت هتكون طبعا ريجيد بودي اكتيف انيميتد، ثم عند الفريم 120 هضيف هنا كي فريم، عند فريم 150 هضيف كي فريم. خلينا نشوف النتيجة. فلما حذفنا البيك القديم وضفنا فبتكون دي النتيجة. فنشوف تاني، طبعا السرعة عالية فعشان كده النتيجة ده طبعا كده أولا. بعد كده الأسطوانة بتتحرك من الجهة اليمنى فبيكون دي نتيجة. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.